أقدم العديد من طالبي القطع الأرضية في مدينة الأغواط على قطع الطريق بالمتاريس والحجارة بالطريق الوطني رقم 1، حيث احتجوا على خلفية قيام مصالح البلدية على تأجيل عملية القرعة المقررة يوم السبت 30 نوفمبر. المحتجون الذين تمالكتهم موجة من الغضب والاستياء اعتبروا أن المسألة أو مسألة التأخير الكبير الذي دام قرابة 3 سنوات من الانتظار يعد بمثابة تهاون كبير في التكفل باحتياجات المواطنين من هذه الصيغة السكنية. مصطفى بن مسعود رصد لنا التالي. لنتفاجأ بالأبواب الموصعدة في وجه الشعب. احنا السؤال المطروح، لماذا لم تقام القرعة في وقتها المحدد؟ ولماذا تم إصدار وثيقة غير رسمية بخاتم ما فهمناهاش من خرجت هذه الوثيقة تقول أنها تؤجل القرعة إلى أجل غير مسمى؟ قسمت ولا قطعة أرض إلى حد الآن، راه كلش عالق. الصلاحة الولايتنا راه تغرق في النفايات، قطع الأراضي ما كانش، الإعانات حدد ولا حرج، البلدية عاجزة وفاشلة. لذلك نطالب بإيجاد حل من السلطات العليا. احنا نستثنوا السلطات الولائية لأنها ما قدرتش تدير لنا حل. دروك رانا اليوم طالبين أنهم يجونا يديروا لنا القرعة. احنا ما ناس تاع سياسه، ما نتاع احنا ناس مواطنين، مطالبنا مطالب اجتماعيه. الدوله اعطتنا حقوق في هذه القطع الاراضي، خرجنا بطريقه قانونيه الحمد لله، بطريقه سلميه. جينا تفاجئنا بالالغاء على بمبررات ما فهمناهاش.